مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن السلطانة جوهر خان ابنة السلطانة كوسم والسلطان أحمد الأول. ولدت السلطانة جوهر خان سنة 1608 وتوفيت سنة 1660، أي أنها عاشت 52 عاما، كما أنه ليس هنالك أي دليل أنها انتحرت. قيل أن يوم ولادتها لم يكن سعيدا، فقد اضطربت أجواء القصر واستاءت والدتها السلطانة كوسم كونها لم تنجب أميرا للمرة الثالثة، وهذا ما بث الراحة لماهفيرو السلطان، حيث أن غريمتها والمستحوذة على قلب السلطان لم يكن لها شهزادة. تعتبر جوهر خان أجمل بنات السلطانة كوسم بعد السلطانة فاطمة، لقبت بوردة الربيع لنقاء جمالها وروعته، فقد كانت تمتلك بشرة بيضاء وعينين كبيرتين لامعتين كاللؤلؤ، كما كان شعرها كستنائيا جميلا. تزوجت السلطانة جوهر خان 3 مرات، وكان زواجها الأول وهي تبلغ من العمر 11 فقط، كان ذلك من الصدر الأعظم الثور محمد باشا، وقد أنجبت منه ابنا. توفي زوجها فأصبحت أرملة، وفي سنة 1624 تزوجت من توبال باشا. كانت هذه السنة، أي 1624، بداية لدهائها، فقد كانت قبل ذلك نائية بنفسها عن السياسة، لكنها بدأت في تحالفات قوية مع شقيقتيها بنات السلطان أحمد الأول، السلطانة عائشة سلطان والسلطانة فاطمة سلطان. يقال أنه بعد ذلك تنامت في نفسها جذور الخبث والدهاء، وقامت بتسميم أولاد أخيها مراد الرابع الذكور. لا دليل على ذلك ولا حجة تدعم هذه الفرضية ولا تدحضها. يقال فقط أنها سممت أبناء شقيقها مراد الرابع الأربعة حفاظا على حياة شقيقها إبراهيم الأول. ربما كانت جوهر خان سلطان بعيدة عن السياسة قليلا، لكنها كانت تتميز بالجمال والفتنة والذكاء الحاد، وكانت تحب الشعر، وقيل بأنها كانت تقرأ أشعار والدها السلطان أحمد الأول وشقيقها مراد الرابع، وهذه الأشعار متواجدة في حجرتها في قصر توبكابي. بعد إعدام توبال رجب باشا، تزوجت السلطانة جوهر خان من مصطفى باشا الذي قتل غدرا من قبل متمردين، وقد توفيت السلطانة جوهر خان سنة 1660 بعد 3 سنوات من وفاة شقيقتها السلطانة عائشة، وقيل بأنها قبل وفاتها أمضت بقية حياتها في الأعمال الخيرية. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.